أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الإمام الشافعي رضي الله عنه، كتاب الرسالة، عند قوله: وعلم أكثر اللسان في أكثر العرب أعم من علم أكثر السنن في العلماء. ولا زال الكلام موصولا في مسألة المعرب، وأن القرآن كله عربي، ولا توجد فيه كلمة بغير العربية، وأن من غاب عنه بعض الألفاظ في اللغة أو في القرآن فظن أنها أعجمية، فهي مما خفي عليه لاتساع لغة العرب، فإن لغة العرب واسعة جدا ولا يحيط بها إلا نبي. فقد يخفى بعض اللغة على بعض الناس ويطلب من مظانه، يعني يطلب من ما خفي عليه من عند أهله ممن هم مثله في هذا الباب. إذن قد يخفى على البعض بعض الألفاظ فيظن أنها أعجمية، وهي من المشترك، يعني مما اشتركت فيه اللغات. وأطال الإمام في هذه المسألة لنكت سنذكرها، ذلك أن بعض العلماء قال إن هذه المسألة مسألة نظرية، ليس وراءها كبير ليس وراء الاختلاف فيها كبير فائدة، حتى قال الطوفي إنها من رياضات هذا العلم. لكن الإطالة التي أطالها الإمام الشافعي والتأكيد الذي ذكره الإمام الشافعي ويقول إن العلم الناس في العلم أو الناس في العلم طبقات، منهم الجامع لأكثره وإن ذهب عليه بعضه، ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره، وقال قبل هذا يعني وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له. هذا كأنه يقول إن من تكلم في هذه المسألة وكان الأولى وقال إن في القرآن أعجميا كان الأولى به أن يسكت، ولو سكت لسلم وسلم من قلاده. ثم بعد ذلك يقول: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. ثم بعد ذلك قال وأورد أدلة وأورد اعتراضا وأجاب عن الاعتراض. إذن المسألة لها أهمية، ويريد أن يقول إن غياب بعض أساليب العرب واستعمالهم للألفاظ، استعمالهم للغة وتصرفهم فيه، هذا أوقع بعض العلماء في الخطأ
في فهم كلام الله وكلام رسول الله، إنما أتوا من هذا الجانب، من هذا الباب، وهو لا يتكلم في المعرب الذي هو ألفاظ فقط، لأنه بعد ذلك تكلم على أن في القرآن عاما يراد به العموم، وأن في القرآن عاما دخله الخصوص، وأن في القرآن عاما من وجه خاصا من وجه آخر، وأن في القرآن خاصا أريد به الخصوص وخاصا أريد به العموم، وهو في هذا الباب. فهو لا يتكلم على كلمة سجيل أو أباريق أو الاستبرق أو اليم، أو لا يتكلم عن هذا فقط، لا يتكلم عن وجود ألفاظ، إنما يقول القرآن كله نزل بلسان العرب، فلا بد أن يفهم على وفق استعمال العرب، على قوانين استعمال العرب، على معهود العرب في الاستعمال. فمن عمم ما حقه التخصيص أو خصص ما حقه التعميم فقد أخطأ. ويقول هذا الباب أتي منه أناس كثيرون، ويؤكد على عربية القرآن ألفاظا واستعمالا، ألفاظا وتراكيب، وليس ألفاظا فقط. هنا قال: فإن قال قائل، يريد أن يرد اعتراضا ليرد عليه، فإن قال قائل: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منهم، ومن نطق بقليل منه فهو تبع للعرب فيه، أي تبع للعرب فيما نطق به من الكلام العربي. وليس ما جاء في كلام العرب معربا من الكلام الأعجمي، بل الأعجمي إذا تكلم بشيء من لغة العرب فإنما هو تابع لما تعلمه من العرب، وليس العرب هم الذين نقلوا هذا الكلام منه إلى العربية ثم بعد ذلك استعمله القرآن. هذا مفهوم صعب. يعني يقول الاعتراض، يقول: فقد نجد من العجم من ينطق بالشيء من لسان العرب، فهل العرب نقلوه من العجمية إلى العربية؟ قال: لا، فذلك يحتمل ما وصفت من تعلمه منهم، فإن لم يكن ممن تعلمه منهم فلا يوجد ينطق إلا بالقليل منهم، ومن نطق بقليل منه فهو تابع للعرب فيه. إذن العربية أصل، ومن وافق لسانه بعض ألفاظ العرب أو بعض أساليب العرب في الاستعمال فهو من العربية، هو موجود أصالة في العربية. وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على هذا الكلام الذي أنه موجود على تصاريف العرب؟ يعني أنه موجود، يعني السجيل واليم كل هذا موجود في كلام العرب، موجود في أشعارهم، وموجود في نثرهم، ويتكلمون به. لكن أهل اللغة يقولون أن هؤلاء هذه الألفاظ هو المعربة، وأهل التخصص لهم فضل في اللغة. لم يتفق أهل التخصص في هذا، وهو الإمام الشافعي من هو عربي، هو كلامه حجة في العربية، تؤخذ العربية عنه منه لا عنه. لكن
تؤخذ العربية منه لا عنه، يعني هو لا يروي بل هو كلامه حجة في العربية. قال: ولا ننكر إذ كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العالجمي أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق، يتفق كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها. ففي ألسنة العجم وهم مختلفون أيضا في اللسان نجد كلمات في اللغات المختلفة ليس في العربية فقط، هذا دليل. ففي في الفارسية وغيرها من اللغات نجد كلاما مشتركا بينها، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر. قد لا توجد رحلات، قد لا يوجد تبادل تجاري، قد لا توجد أسفار، قد لا يوجد اختلاط من هؤلاء بهؤلاء، ونجد الكلام هنا وهناك، يعني ناس من وراء البحار ويتكلمون بكلام فيه مشترك مع غيرهم ممن لم يختلط به. هو يريد أن يدلل على وجود الاشتراك بين اللغات، فهناك ألفاظ مشتركة بين اللغات. قال: كما يتفق القليل من ألسنة العدم المتباينة في أكثر كلامها مع تنائي ديارها واختلاف لسانها وبعد الأواصر بينها وبين من وافقت بعض لسانه منها. فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله محض، أي خالص لا شائبة فيه، محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره. وقوله لا يخلطه فيه غيره توضيح لكلمة محض. فالحجة فيه كتاب الله، قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ومعروف أنه أرسل بلغة قومه وليس اللسان العضو والجارح. فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد، هذا أورد اعتراضا على هذا الاستدلال السابق، فقال: فإن قال قائل الرسول لم يرسل للعرب فقط بل أرسل للجميع، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو أرسل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالته عامة. فإن قال قائل: فإن الرسل قبل محمد كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، وإن محمدا بعث إلى الناس كافة، فقد يحتمل أن يكون بعث بلسان قومه خاصة، ويكون على الناس كافة أن يتعلموا لسانه وما أطاقوا منه، هذا احتمال. ويحتمل أن يكون بعث بألسنتهم، هذا غير صحيح، يعني كلم كل قوم بلسانهم. فهل من دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ألسنة العجم؟ فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض. يعني يريد أن يقول: إذا لم يفهم واحد من الناس بعض الألفاظ لكونه لا يعرفها، فلا يحسب أن هذه الألفاظ غير عربية. يعني عمر لا يعرف ما الأب،
وابن عباس قال كنت لا أعرف معنى فاطر إلا حينما أتيت بئرا فوجدت رجلين يعني يختلفان، فقال أحدهما أنا فطرتها أول، أي أتيتها أو أنشأتها أو فهذا. وكان والتبست الكلالة، الكلالة على بعض الصحابة، وطلبوا الإبانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معناها. وقال عمر ما ضر عمر في الأب ألا يعرف كلمة في كتاب الله. فإذا كانت الألسنة مختلفة بما لا يفهمه بعضهم عن بعض، فلا بد أن يكون بعضهم تبعا لبعض، وأن يكون الفضل في اللسان المتبع على التابع. ولذلك يقول الطوفي اللغة ختمت بالنبي كما ختمت النبوة به. فاللغة ختمت بالنبي كما ختمت النبوة به، فكل اللغات تبع للغة العرب، كما أن جميع الرسالات قبل هذه الرسالة الخاتمة تبع لهذه الرسالة. وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد. الله سبحانه وتعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنان، واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصطفى من قريش من بني هاشم، واصطفاه من بني هاشم. وكان جعل الله سبحانه وتعالى الكعبة مثابة للناس، وهي محل إقامته، داره ومحل إقامته وإقامة قومه. فكان العرب يقتبسون ويأخذون من خالص لغتهم، من خالص يتعلمون، لأنهم هم الذين يردون عليهم، فيأخذون منهم ويتعلمون لغتهم، فكانوا هم الأصل. وقد بين احنا وأولى الناس بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي، ولا يجوز والله أعلم أن يكون أهل لسانه أتباعا لأهل لسان غير لسانه في حرف واحد، بل كل لسان تبع للسانه، وكل أهل دين قبله عليهم اتباع دينه. قد بين الله ذلك في غير آية من كتابه. قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. قال الشافعي فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال الشافعي وعرفنا نعمه بما خصنا به من مكانه، فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان مما عرف الله نبيه من إنعامه أن قال: وإنه لذكر لك ولقومك، فخص قومه بالذكر معه في كتابه. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها، فخص وعم. وأم القرى مكة، وهي بلده وبلد قومه، فجعلهم في كتابه خاصة، وأدخلهم مع المنذرين عامة، وقضى أن ينذروا بلسانهم العربي، لسان قومه منهم خاصة. فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده، حتى يشهد به أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولذلك اشترط الإمام الشافعي في من يسلم أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بالعربية، ثم بعد ذلك يتكلم بلسانه كما يريد، أو يقول بلغته بعد هذا، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، فلا يعني يقول الله أكبر بنفس اللفظ وبالعربية، فلا يقول خداي أكبر مثلا، أو إنما يقول الله أكبر. وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك. وما ازداد من العلم باللسان الذي جعله الله لسان من ختم به نبوته. هناك ربط بين اللغة وبين ختم النبوة. وأنزل به آخر كتبه كان خيرا له. وما ازداد من العلم باللسان يعني كان خيرا له، كما عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها، ويأتي البيت وما أمر بإتيانه. أظن في خطأ في إتيانه، التاء هذه نون، وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وجه له، ويكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه لا متبوعا. وإنما يعني لماذا تكلم في هذه المسألة وأطال فيها الكلام هكذا؟ قال: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. هذه فائدة المسألة التي يقول فيها كثير من الأصوليين إن هذه المسألة الكلام فيها لا ينبني عليه عمل، ولا ينبني على الخلاف فيها خلاف في الفروع الفقهية، أو كما يقول الطوفي إنها من رياضات هذا العلم. لكن مع قوله إنها من رياضات هذا العلم، قال أيضا الطوفي، قال: ولعل ناظرا ينظر في هذا الكتاب، كتاب شرح مختصر الروضة، فيظن حكايتنا لهذا الكتاب خروجا عن المقصود. قال: وليس كذلك، بل هو محقق للمقصود ومكمل له. قال: وإنما نعتقد أن ذلك خرج من بطال من يقنع بحكاية ما يجده في كتب الفقهاء والأصوليين، وإنما الجزم أخذ كل شيء
من مظنته، ومع ذلك إذا أخذ الشيء من مظنته ليت الشخص يصل إلى تحقيق المراد، لكنه قلما كان اجتهاده كلما لكنه كلما كان اجتهاده أبلغ كان بالتحقيق أجدر. هنا قال الإمام الشافعي: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب. يقول حدثت أخطاء كبيرة في فهم النصوص الشرعي في ما جاء عاما وما جاء خاصا، وهذا أمر كما سنتكلم بعد قليل تكلم فيه بعض أهل الفرق كواصل بن عطاء، وقال لا يكون الخاص عاما كما لا يكون العام خاصا، ولو كان الخاص عاما ولكان العام خاصا ولكان الجزء كلا والجزء والكل والجزء كلا، وهذا لا يجوز، يعني قلب للحقائق. فالإمام الشافعي بدأ الكتاب بهذا ليبين أن لغة العرب والقرآن نزل بها، يأتي فيه العام يراد به العموم، والعام يراد به الخصوص، والعام يراد به العموم ويدخله الخصوص، وهكذا الأقسام التي ذكرها الإمام الشافعي. نجعل هذا في الآخر لو فيه إن شاء الله. قال لأنه كأنه يقول شرط لمن ينظر في القرآن مستفيدا ومستنبطا وملتمسا لمعانيه أن يعلم سعة لسان العرب وتصرفها في كلامها ومعهودها في خطابها، حتى لا يفهم خطأ. هذا القرآن يخاطب النبي يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، هذا خاص أريد به الخاص، ويقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فهذا خاص أريد به للعام. ويقول فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الممترين، فإن كنت في شك، وهو لا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام لما يقصد الأمة، يا أيها النبي اتق الله وهو أتقى الخلق لله، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأتقاكم لله وأشدكم له خشية، لكنه يريد أن يعلمنا نحن، يخاطبنا نحن. وقد ذكرت لكم من قبل قول القائل ما جاء في القرآن من نذارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة، فهو خاص أريد به، خاص أريد به العام. لأننا إذا ضيقنا من دائرة المعنى وقصرنا اللفظ على الخاص الذي أريد به العام على موضع الخصوص، ف قد عطلنا العمل بالنص في بقية الأفراد، أفراد الأمة. وكذلك العام الذي أريد به الخصوص لو عممناه نكون أدخلنا في مدلول النص ما ليس منه. هذا ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله لولا الشافعي ما عرفنا العموم والخصوص. طبعا لا تظنوا أن الإمام أحمد بإمامته وجلالته لا يعرف أن هذا عام وأن هذا خاص، ولكن تمييز العام الباقي على عمومه، العام المخصوص، العام الذي دخله الخصوص، الخاص الباقي على خصوصه، الخاص الذي أريد به العموم، هذا سيجعل هناك توسيع أو تضييق في المعنى. فلا بد أن يلاحظ هذا من خلال القرائن والسياقات كما أفرد الإمام الشافعي عليه رحمة الله بعد ذكر هذا. قال باب لا ما يبين سياقه معناه.
لا لا هناك هناك بعد بعد كمان قال الصنف الذي يبين سياقه معناه. يقول كيف تعرفون هذا؟ كيف نعرف أن هذا عام أريد به الخصوص وأن هذا عام باق على عمومه وأن هذا خاص باقي على خصوص باق على خصوصه؟ قال الصنف الذي يبين سياقه معناه، سيأتي هذا إن شاء الله. قال فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين. يقول من لم يعرف سعة لسان العرب وتصرفها في كلامها ومعهودها في خطابها فلا يفسر القرآن، لا ينظر في القرآن نظرة مستنبط مجتهد. فكأنه يضع شرطا من شروط الاجتهاد، وبخاصة في النظر في النص المقدس، لأن الخطأ فيه ليس كالخطأ في شرح بيت شعر ولا قصيدة، ولا لأن الخطأ في 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 القرآن، القرآن به نعتقد، به نتزوج، به نأخذ، به نعطي، به نبيع، به نشتري، به نتقاضى في حلال وحرام، في جنة ونار، في يعني ليس الخطأ في تفسيره كالخطأ في تفسير بيت من أبيات المعلقات أو ما إلى ذلك، وإن كان لكل أهميته، إلا أن النص المقدس لا بد أن يبقى محفوظا، محفوظا من ناحية الثبوت ومحفوظا أيضا من ناحية الفهم، دلالات. فبالروايات، بالقراءات، بعلماء الحديث من ناحية السنة يحفظ النص، وبقواعد الأصول يحفظ الفهم. لكن ما الفائدة إذا حفظ النص وعبث فيه من عبث، وعطله من عطله، وأعمله من أعمله في غير محله وفي غير مكانه؟ هذا تضييع للنص لمعناه مع بقائه حروفا وألفاظ. لكن هو من تمام الحفظ أن يحفظ الدليل والمدلول، ويحفظ اللفظ والمعنى، وتحفظ الألفاظ، ما يتعبد بها يبقى متعبدا به، وما لا ليس من قبيل التعبد يبقى للنظر فيه واستنباط الأحكام وتفسير القرآن وشرحه إلى غير ذلك. قال فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه. يقول أنا أقوم الآن بفريضة، كيف تقولون على الفريضة التي أقوم بها الآن إنها لا ثمرة من ورائها، ليس للخلاف فيها ثمرة، هي من رياضات العلم، كيف تقولون هذا وأنا أقوم بإقامة فرض من الفروض؟ فكان تنبيه العامة على أن القرآن نزل بلسان العرب خاصة نصيحة للمسلمين، والنصيحة لهم فرض لا ينبغي تركه، وإدراك نافلة خير لا يدعها إلا من سفه نفسه وترك موضع حظه، وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما بإيضاح حق، وكان القيام بالحق ونصيحة المسلمين من طاعة الله، وطاعة الله جامعة للخير. ثم قال أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول، هذا من ثلاثيات البخاري، أن بينه وبين رسول الله ثلاثة أشخاص. أخبرنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي على النصح لكل مسلم. أخبرنا ابن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي قال إن الدين النصيحة لله ولكتابه ولنبيه
ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الشافعي: فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها. قلت لكم نظر الإمام الشافعي ليس لإثبات أن الألفاظ كل لفظة لفظة عربية فقط، بل لاستعمال الأسلوب على ما تعرف من معانيها. وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها، وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، استغنى بأول هذا منه عن آخره. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم، ثم قال: فالآن باشروهن. هل هذا الأمر للوجوب؟ لماذا؟ لأن الكلام في الحل، أول الكلام يستغنى به عن إيه؟ أو يبين آخرة، يعني يبين آخرة. قال: فالآن باشرهن، فالأمر هنا للإباحة بدلالة أول الكلام، فإن الكلام في الإباحة والحل، وليس كما ذهب الظاهرية في ذلك. فالآن باشروهن. قال: ويستغنى بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه، ببعض ما خوطب به، يعني يفسر بعضهم بعضا. وعاما ظاهرا يراد به الخاص، وظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره، فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره، ويأتي بالكلام من غير تأكيد، ويأتي بالكلام مؤكدا، ويأتي بالكلام مؤكدا ثم يصدره بقسم لاختلاف الحال. وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، يبين، وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبين آخر لفظها منه عن أوله، وتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعرف الإشارة. لماذا هذا كله؟ قال: ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دون أهل جهالتها. فمن لا يعرف هذا؟ من لا يعرف هذا هذه الفطرة وفطرة اللغة وهذا الاستعمال يخطئ في فهم القرآن. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وهو المسمى في اللغة بالترادف، الترادف واتحاد اللفظي وتعدد اتحاد المعنى وتعدد الايه وتعدد اللفظ، جلس وقعد مثلا، الإنسان والبشر. وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، هذا إثبات للترادف. الإمام الشافعي من أوائل من نبه على وجود الترادف في اللغة، ويقبل في بعض أهل اللغة ينكر هذا. وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثيرة، وهذا هو المشترك، فالاشتراك هو اتحاد اللفظ وتعدد الايه وتعدد المعنى. وكانت هذه الوجوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به، وإن اختلفت أسباب معرفتها معرفة واضحة عندها
ومستنكرا عند غيرها، ممن جهل هذا من لسانها، وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فلا بد أن يبين من هذه الجهة، ولا بد أن يفهم من هذه الجهة، وأن من لا يعرف ذلك لا يجوز له أن ينظر في القرآن نظر استنباط. إذن اشترط العلم باللسان العربي لمن نظر في الوحي المقدس. وكأنه يشير إلى أن كثيرا من الخطأ هو وارد من هذه الجهة، من عدم مراعاة هذه الجهة، جهل لسان العرب، وأنه من التكلف الذي نهينا عنه الذي نهينا عنه شرعا. قال: وبلسانها نزل الكتاب وجاءت السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، حتى ولو وافق الصواب، والله أعلم، وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه، لأنه ولو وافق الصواب مرة يخطئ مرات، لأن إصابته للصواب جاءت فلتة، لم تأتي بناء على دراية وعلم وبينة، جاءت تخمينا. ثم قال رحمه الله: باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص، يعني بأن يكون عاما في شيء وخاصا في شيء وخاصا في شيء آخر، وسينبه على العام الباقي على عمومه. وهذا الباب وما بعده من الأبواب إلى الفقرة السابعة بعد المئتين فيه رد على مقولة واصل بن عطاء، والتي ذكرنا في أول درس أنها من أقدم الوثائق الأصولية قبل التدوين، وأنه قال: العلم يؤخذ من أربعة: كتاب ناطق، وسنة مجتمع عليها، وإجماع، ودلالة عقل. وقال إن العام لا يأتي مرادا به الخصوص، ولا الخاص يراد به العموم، لأن ذلك مقتضاه أن يصير الجزء كلا والكل جزءا والجزء كلا. وقال إن النسخ لا يدخل الأخبار لأنه تكذيب، ذكر هذا أبو هلال العسكري في كتابه الأوائل. فكأن الإمام الشافعي يرد على مثل هذه المقولات التي بدأت تنتشر في عصره، وأرقت أهل العلم، وأتعبت العلماء، ودعت مثل الإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام علي بن المديني أن يطلب من الإمام الشافعي مرة بعد مرة.